المناسبات الحلوة كلنا بنستنى هدية لطيفة كده، مش شرط تكون زي ما قلنا على مدار الحلقة إنها تكون غالية، لكن إنها تعبر عن المشاعر. النهاردة ما ينفعش يعدي من غير وردة، من غير كلمة حلوة، من غير احتفال بسيط، من غير هدية جميلة تعبر بيها عن مشاعرك للآخر. والحقيقة إن يعني ده يخلينا تكون معانا شخصية جميلة قادرة إنها تخلي كل تفصيلة صغيرة ليها قيمة وليها معنى. صحيح، لأن زي ما قلنا الموضوع مش ماديا بس أو حاجة تكون غالية. الهدية ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، وردة أو أبسط من كده كمان نعبر بيها. المهم هو التعبير عن حبنا، سواء بالنسبة للحبيب والمحبوبة أو واحد ووالدته وابنه، أيا كان. زي ما بنقول بقطعة ديكور بسيطة ممكن كمان إنها تكون موجودة معانا. ومشرفانا الأستاذة دينا رأفت مهندسة الديكور، هتعرفنا إزاي نعمل هدايا بسيطة لعيد الحب بأقل تكلفة. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني بداية كده حضرتك جبت لنا مجموعة هدايا بسيطة من اللي حضرتك بتشتغلي عليها. عيد الحب المصري مختلف في إعداداته وتجهيزاته بالنسبة لك كمصممة ديكور ومصنعة هدايا عن عيد الحب بتاع فبراير؟ لا، هو تقريبا ما فيش أي اختلاف خالص. يمكن ممكن نعمل مثلا في شهر 11 هدية بشكل معين، ولو حبيت نغير على شهر 2 نعمل حاجة تانية، بس أعتقد هي بتبقى واحدة. يعني لو أنا حبيت أن أنا مثلا أشتغل السيزون كله خشب بعمل بوكسات كلها خشب. لو حبيت، إحنا السنة اللي فاتت كنا عاملينها فرو، بوكسات قماش فرو. السنة اللي قبلها كنا عاملنا خشب في فرو. يعني كل سنة بتعملي تيمة معينة لشغلك تبقى واضحة إنها بتاعت دينا رأفت. طب السنة دي خشب. أنا ملاحظ إن كله خشب. خشب معدن اللي هناك ده معدن؟ اللي هناك لا، ده خشب برضو، كله خشب. لكن القلب الصغير ده معدن. اللي جوه البوكس بقى يعني كل واحد بيطلب منك حجم بوكس معين ومحتويات مختلفة بتعمليها له مخصوص ليه؟ بصي، هو اللي قدام حضرتك ده الحجم الصغير، احنا عندنا منه حجم تاني اكبر بكتير من ده، بيشيل برضو منتجات اكتر من كده. المنتجات كلها بتبقى كلها كاستمايزد، يعني جوه البوكس على حسب كل واحد عاوز ايه. ما عندناش تيمة معينة أو محتويات معينة نقدمها كده وخلاص، لا، اللي عاوز حاجة بنضيفها له. يعني لسه الدبدوب هو أهم تيمة في لا والله. طب أنا الدبدوب لسه في الصورة؟ لا مش قوي، بدأ يختفي صح؟ طبعا. الدباديب دلوقتي بقت واخدة أشكال الشخصيات بتاعت ديزني زي ستيتش مثلا وبو، اللي هي الأشكال اللي واخدة، يعني واخدة أشكال الأفلام. عاوزين حاجة ما تاخدش مكان، ما تاخدش مكان. طب يبقى الحاجات الصغنطوطة الحلوة دي بالظبط تبقى أبسط. بعد شوية بياخد مكان وبنبقى عايزين نتخلص منه، فبيبقى يعني هي ما بقاش زي الأول. الدباديب الكبيرة قوي هي اللي ما بقتش موضة ولا حاجة. دلوقتي بقت الشوكولاتة طبعا والورد دول أساسي كل سيزون. بس بقى في ترندات، يعني بقى في مثلا مجات، الناس كلها بقت عاوزه المج الستاني ده. لانه عملي، الناس كلها بقت بتدور على الهدايا العمليه. يعني في ناس كمان بقت تطلب مني اكل دلوقتي جوه البوكسات. ما كان معنا برضو لسه ضيوفنا كانوا بيقولوا بوكس الشاورما، يعني واضح ان موضوع الاكل بقى مهم في الحب. بطريقه معينه عليها اسم معين، رسمه معينه، بيطلبوا اكله معينه هي بتحبها قوي، بس ده من ضمن محتويات البوكس. حضرتك هنا بتراعي ده في التصميم، يعني انت بتبقي مطلوب منك موضوع التصميم مع مراعاه ان في حاجه معينه قوي كده، تبقى سبيسيفيك قوي كده، يعني على اللي هو عاوزه بنعملها له. لكن في العادي احنا بنعمل القلب ده. طلبت منك في عيد الحب وكنتي مش عارفه هتحطيها في البوكس ازاي؟ بصي، لا، هو كانت الناس بس بتبقى متعشمه فيها قوي، فاكرين ان انا ايه هشتري كل حاجه وهروح اجيب كل حاجه من كل المحلات، بس انا مش كده. يعني انا بتاعت هدايا بس. فمثلا في حد كان اب جديد طلب مني اجيب لبس للبيبي، لبس للبيبي الصغير ابنه. فدي كنت احتست برضو حوسه جامده، يعني صعبه فعلا. بس عملناها له يعني في الاخر الحمد لله، لانه هيبقى طقم محتاج مساحه في نفس الوقت عاوز احافظ على شكله. مش قصه المساحه والله اللي كانت فارقه معايا، على قد ما انه مش اختصاصي، اخاف اجيب لك حاجه ما تعجبكش، لان موضوع اللبس ده اذواق، فمش بتاعتي قوي. فاحنا بقينا بنعمل بقى لاي حد عاوز هدوم لبس ايا كان العمر اللي هو عاوزه، يعني يطلبه اونلاين وانا استلمه واحطه له في البوكس. طيب بما انك عرفتي الذوق العام للناس بشكل يعني عام كده للمناسبات اللي هي الثابته زي عيد الحب،
إيه بتستعدي له ازاي، وايه الحاجات اللي بتبقي عامله حسابك ان دي هتطلب اكتر فبتكتري اعداد منها؟ بصي، هو احنا قبلها بشهر كده كده بنبدا شغل مع الورش، بنبدا نطلب بقى كميات من البوكس اللي هو الاساسي اللي هيبقى معانا بالحجمين بتوعه. تمام. المحتويات عندنا حاجات ثابته، يعني اصلا كده كده القلب اللي بيبقى جواه شويه ورد ده ثابت، دبدوب الصغنن ثابت، الاكسسوارز مثلا بتاعه البنات ثابته، فاهماني؟ لكن في حاجات تانية احنا بنسيب لها بقى حريه اختيار للعميل، لان في ناس مثلا، في حد قال لي قبل كده ان هو مش عاوز كل ده وعاوز شوكولاته بس، 3 كيلو شوكولاته بس بس وفلوس. شوكولاته فلوس، مش عاوز حاجه تانية. بس فاحنا لقينا كل المحتويات وحطينا له الشوكولاته والفلوس. كل واحد على يعني. في حد برضو طلب مني، كانت خطيبته بتحب الاهلي قوي، فريق الاهلي، فهو طلب بقى تيشيرت اهلي، مج اهلي، ميداليه اهلي، كل حاجه للاهلي. والبوكس احمر بصراحه، الدنيا كلها كانت اهلي فعلا. طيب، فكره ان حد يطلب منك حاجه مخصوصه قوي 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 كده، وتبقي حريصه انه مثلا تخلي شكلها مبتكر، يعني فكره الفلوس والشوكولاته دي بنشوف اشكال بقى ازاي ملفوفه الفلوس، ازاي محطوطه، ايه الافكار الجديده اللي انت عاملاها السنه دي في حاجه شبه كده؟ بصي، اللي كان بيطلب شوكولاته وفلوس وكده، انا ما بقتش برضو بقتنع قوي ان انا لازم ابقى اسطمبه واحده من الناس كلها، لان الناس كلها عامله البوكيه بتاع الورد والشوكولاته والفلوس، انا ما بقتش بعمل كده. انا بحط حاجتي كلها جوه البوكس الاساسي، لان انا مقتنعه جدا ان البوكس لوحده هديه، يعني مش شنطه هدايا هتترمي ولا هتستهلك بالوقت ولا هتبوظ او هتتقطع. لا، لا، ممكن الاستفاده منه بعد كده. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه، لان اللي فيه بعد كده هيروح، الشوكولاته هتتاكل بالظبط كده يعني. فاحنا مش عاوزين برضو ايه نرمي كل حاجه، يعني عاوزين نحتفظ بحاجه. فانا مقتنعه جدا ان البوكس ده جزء اصلا من الهديه، سواء خشب سواء قماش. يعني مثلا البوكس القماش الفرو بتاع السنه اللي فاتت ده، الناس كانت مبهورة بيه. ليه؟ لأن هو بعد كده عملوه زي شنطة يحتفظوا بيها بأي حاجة، فمن الهدايا مثلا يحطوا فيها أي حاجة، أكسسوارز، أي حاجة بقى يحتفظوا بيها. فأنا بحس إن ده جزء من الهدايا. اللي جوه الهدايا بقى دي عندي حاجات ثابتة وحاجات تانية على حسب اختيارك. بتداري الحاجات جوه البوكس؟ يعني انا لما افتح البوكس كده اتفاجئ ان مثلا على الوش شوكولاته، وبعدين الاقي لا حاجه كنت نفسي فيها ومحطوطه لي بشكل مختلف، ولا لا كله بيبقى لا طبعا الفيلنج بتاع البوكس ده قصه تانية. يعني احنا غير المكونات وغير البوكس نفسه، في حاجه اسمها فيلنج البوكسات، ده احنا بنطلبه مخصوص بالالوان اللي بتعجبنا، بيبقى اقسام بقى. يعني احنا بنحط السفنج احيانا، تمام، بنحط فايبر مستورد بيغطي برضو الهدية، بنحط حاجة اسمها قصائص ورق، القصائص الورق بتاعت الهدية دي بنجيبها بالكيلو، اللي هي الشرايط الملونة دي بالظبط، بألوان معينة كده بنملى بيها. بنجيب بقى الكيس الكبيرة جدا بتاعت الفل الصغنن دوت ونملى ورق. ده مزعج جدا بقى، مش قادرة أقول لك كبيرة. لا، وبعد ما بتشال بقى مشاكل الستات البيوت بقى طبعا. جدا جدا تعبني قوي الفل ده بصراحة. طب بالنسبة لمعدلات الأسعار اللي احنا بنتكلم فيها دي، والله احنا عندنا الحاجات، يعني انت تقدر تعمل هدية من اول 50 جنيه و100 جنيه لحد 2003 و4 اللي انت عاوزه. لان في ناس قبل كده طلبت مننا نحط خاتم ذهب مثلا، فاهماني؟ فاكيد كده السعر اللي ده هيبقى معدي قوي. لكن في من ابسط حاجه لحد اعلى حاجه على حسب اللي انت عاوزه. لا، هنا بنتكلم مثلا عن الصناديق، عن المجات، القلوب الصغيره دي، دي معدلاتها بتكون. بص، هو انا مش بيصادفني كتير ان حد يطلب حاجه واحده صغنطوطه، لان طبيعي اي حد هيكلم بيدج هدايا وهو شايف انها ان احنا بنعمل باكجات، فهو بيطلب باكج على بعضها. بس فاحنا عندنا باكجات مثلا بتبدا من 400 و500 فيما فوق بقى على حسب الاضافات اللي انت هتحطها. بس في كل الاسعار، يعني كل واحد واللي هو عايز يعبر بيه يعني، او يقدمه للشخص. كنا معانا تقرير كده، كل حد قال هو نفسه يجي له ايه، بس في ناس قالت ورد لا، في حد بيقول لك ورد لا خالص في البوكس مش عايزه. في بنات كتير جدا ما بيحبوش الورد، وفي ناس شايفه ان هو مش عملي، مش بوكس الشاورما مش حاجه عملي. ده عملي اكتر بكتير. في ناس مش مقتنعه ان يعني الورد على فكره ما بقاش زي الاول. يعني في الاول كان اساسي، الورد ده كان اساسي في عيد الحب، لازم ورديه. طيب يعني ده كان هو ده النموذج، هو الدبدوب. لا والله، انا من كل مثلا 5 هدايا بعمل بوكي ورد واحد، فما بقاش يعني المقياس بتاع. هو حضرتك في سياق الكلام كده قلتي الناس بقت بتدور على
الهدية العملية بالظبط. ده بتشوفيه يعني مثلا سببه ايه؟ دي حاجة لطيفة جدا على فكرة. يعني دي عشان حاجة تفضل مع الشخص الهدية وتفكره ولو هي كمان هتستخدمها. يعني انا ضد قوي ان انا اقدم لك هدية انت ما تستخدمهاش بعد كده او تركنها او تسيبها كده على الرف. لا انا بحب، يعني احنا عملنا قبل كده بوكس الشتاء ده كان عملي جدا والناس حبته جدا، والفكره مش جات لي انا، لا دي بناء على طلب عميل وبعد كده اعتمدناها. ده كان المكونات في ايه بوكس الشتاء؟ مشروبات شتويه بقى، نسكافيه وكابتشينو وكاكاو وحاجات من كده، مج للشتاء، ايس كيب للشتاء، لكلوك شربات. لا ده كده هتفتكره والله كده طول اليوم، مش طول اليوم ده الشتاء الجاي. ليب بالم مثلا، كل الحاجات اللي تخص الشتاء حطيناها في البوكس، وده كان لطيف قوي، الناس كلها عجبها لانها يعني هتستخدمها، هتلبس الحاجات طبعا وكدا. كل الحاجات دي هتستخدم. ودي وهي فكره الهديه اصلا انها تعبر عن المشاعر وان الشخص يستخدمها وتكون معاه بتفكره على طول. لو هو عارفها قوي، لو هو عارف البارتنر بتاعته قوي بيفهم هو هيقول التفاصيل قوي اللي هي بتحبها. ودي اكتر حاجه بتبقى مفرحاها، مش بوكس كده وخلاص اي كلام، لا. يعني لو حد فاهم قوي، هو مثلا خطيبته ومراته فن اختيار الهدايا اختلف بالظبط. على فكره الموضوع ده مهم قوي دلوقتي، اختلف طبعا. في ممكن زوج مثلا او خطيب يجي لحضرتك يقول لك والله انا ما بفهمش في الحاجات دي او مش هكون ملم قوي، ويوصف لك بعض الاهتمامات ويقول لك اتصرفي. ده كتير، ده 80% ده الرجاله كله. يعني هو في راجل بيبقى عارف وعايز ايه، وانا عليا الفلوس بس. لا 80% من الرجاله لما بيكلموني يقولوا لي انطلقي. يعني هي بتحب كذا كذا وانطلقي بقى. اجي حتى اصور له الحاجه، يعني اقول له شوف الحاجه او كده عشان ما احطش انا حاجه من، يقول لي لا مش عارفه تمام زي الفل، هي هتعجبها قفلي على كده. يعني اتبسطنا معاكي جدا، ودايما تساعدي الناس في تعبيرهم عن مشاعرهم الحلوه والجميله ومشاعرهم في الحب. شكرا ليكي، وكل سنه وحضرتك طيبه. طيب استاذه دينا رأفت مصممه الديكور كانت معانا في عيد الحب.